والسلام على رسول الله. أما بعد، طبيعة سوق العمل مثلا اللي بيصدوا عن نفرض صلاة واحدة من الصلوات، في هذه الحالة يترك فورا العمل يعني امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ويبحث عن غيره، أم يبقى في هذا العمل ويستمر يعني ويبحث يبقى في العمل هذا ويبحث عن عمل آخر، أو يترك فورا؟ طبعا إذا شاء أن يظل عاصيا لله فيبقى في العمل حتى يأتيه عمل يرضيه، وإن شاء أن يكون متقيا لله فوجب عليه أن يدع ذاك العمل فورا. نعم.